أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل عام 2024. تحتوي الجولة على عدد من الفقرات المتنوعة، ولكن كالعادة نبدأها بأبرز الفقرات. أعمال الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم الغير إسفير تنطلق اليوم في أديس أبابا لأول مرة. الهيئة هي الجسم الأعلى، وهذا هو أول انعقاد لها على الأرض منذ تأسيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم. الفريق ياسر العطا يجدد دعواته لأهمية المقاومة الشعبية وعدم الالتفات لأي دعوات سلبية تجاهها. فأكرر وأقول وأنادي كل الفاعلين في بلادي، عليكم بالمقاومة الشعبية. الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الإعلام السابق يحذر من التعاطي مع تصريحات العطا لطبيعة شخصيته، وأن الخلاف في المؤسسة العسكرية أمر متوقع. الخلافات بين القيادة العسكرية أمر طبيعي ويحدث. كرر عبد الكريم النور الناشط في العمل الطوعي والإنساني يحذر من كارثة إنسانية في دارفور مع انقسام مكونات القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح الدارفورية. فأنا بقول بأنه الآن الوطية الحاسية عايشين فيها هي مسمى ما قبل الكارثة. المستمعين الكرام، كانت هذه هي أبرز فقرات الجولة. انطلقت اليوم الثلاثاء بأديس أبابا أول جلسة غير سفيرية للهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم. للتعرف على الخطوة والأجسام المنضوية تحت الهيئة ودورها، التقينا بالباش مهندس خالد عمر يوسف عضو الهيئة ونائب رئيس حزب المؤتمر السوداني للتوضيح. رمضان كريم أستاذ الرشيد، مرحب بك ومرحب بمستمعي راديو دبنجة الكرام. أستاذ خالد، يمكن في البداية دارين نعرف يعني الهيئة القيادية دي موقعها شنو، ومنو الممثلين فيها، وإيه الدور بتاعها في تنسيقية القوى الديمقراطية؟ الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم هي أعلى هيئات التنسيقية، تتكون من ما يقارب 70 ممثل وممثلة بيعبروا عن القوى السياسية وحركات الكفاح المسلح ولجان المقاومة، المجتمع المدني والمهنيين والنقابات، ممثلين حسب النسب المنصوص عليها في مقررات اجتماع أديس أبابا التحضيري اللي تأسست له تنسيقية التقدم، بنسبة 30% للقوى السياسية والحركات، 20% للفئات الأخرى، و10% للمعالجات. الهيئة هي الجسم الأعلى، وهذا هو أول انعقاد لها على الأرض منذ تأسيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم، نسبة لاتساع عدد عضويتها وظروف الحرب التي أجبرت يعني ملايين السودانيين والسودانيات للجوء لعواصم العالم المختلفة. ظلت الهيئة بتتابع أعمالها عن طريق الاجتماعات السفيرية، والآن يعني ذللت الصعاب اللي بتحول دون انعقاد على الأرض، وهذا الاجتماع الأرضي الأول، وهو اجتماع مهم للغاية لأنه بيتطرق لقضايا رئيسية وأساسية عندها علاقة بالأزمة الإنسانية الموجودة الآن في البلاد، وكيف أنه يتم مخاطبتها وتخفيف وطأة المعاناة بمر بها شعبنا. بالاجتماع أيضا حيتطرق لكيفية دفع الجهود لإنهاء الحرب وإحلال السلام. أيضا كما هو معلوم نحن نخطط لقيام مؤتمر تأسيسي للتقدم في الأسابيع القادمة عشان يكون أوسع يعني جمع للسودانيين والسودانيات المناهضين للحرب واللي بعد تحول المدن الديمقراطي. سوف تنظر الهيئة القيادية في الترتيبات لعقد المؤتمر، وسوف تتخذ قرارات فيما يلي كل هذه القضايا، ولكن القضية الأولى والأهم بالنسبة لنا هو كيفية وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية. أيضا هناك قضية ثانية يعني بتطرح باستمرار في اجتماعات تقدم ولم تحسم حتى الآن، هي قضية توسيع تقدم ليشمل قوى أخرى، هل من جديد في هذا الملف؟ أكيد ده ملف أساسي ورئيسي في النقاشات، في مجهودات كبيرة عملت في الفترة اللي فاتت في هذا السياق، في تواصل تم بشكل مباشر مع الحزب الباعث ومع حزب البعث الأصل ومع الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة عبد العزيز وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد، في تواصل تم مع فئات مختلفة من فئات المجتمع السوداني للتمثيل في المؤتمر التأسيسي، منها فئات المزارعين والرعاة والنازحين واللاجئين والمجموعات النسوية وأصحاب الأعمال
ذوي الإعاقة والشخصيات الدينية والإدارات الأهلية في تواصل تم مع كل هذه الفئات وهذه المجموعات من أجل توسيع قاعدة التقدم. والتقدم ما بتستهدف بس القوى السياسية، التقدم بتستهدف إنها تعبر عن أوسع قطاع ممكن من الفئات المختلفة من المجتمع السوداني. والمؤتمر التأسيسي فكرته الأساسية إنه هو يكون وعاء كبير وواسع بيلم أوسع طيف متنوع من القوى البدنية الديمقراطية المناهضة للحرب الاجتماع، سينظر في المجهودات اللي تمت وسينظر في كيفية توسيع قاعدة المجهودات دي وفتح الأبواب، لأنه دي السياسة الرئيسية لتقدم، سياسة الأبواب المفتوحة لكل القوى البدنية الديمقراطية الراغبة في إنهاء الحرب، وسياسة مد الأيدي بدون شروط وبكل مرونة. حتى في عملنا في التقدم نحن نتكلم عن إنه يعني المنفتحين لأي شكل من أشكال العمل المشترك، سواء كان يعني العمل ضمن التقدم أو العمل التنسيقي أو سواء كان في قضايا كلية أو في قضايا محددة، نحن نريد تجميع أوسع قطاع من السودانيين المناهضين للحرب، وده أمر ما فيه شروط مسبقة وما فيه يعني إغلاق للأبواب، فيه مرونة وفيه عمل مستمر ودؤوب من أجل إنه تتجمع مجهودات الناس من أجل إيقاف الحرب. جدد الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة دعوته الخاصة بتشكيل هياكل المقاومة الشعبية وبعدم الالتفات لأي نداءات سالبة تجاهها، وجاء تصريحاته بعد 4 أيام فقط من تصريحات الفريق شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة التي وجه فيها انتقادات للمقاومة الشعبية وبضرورة ضبطها بقانون. كما اتهم الفريق ياسر العطا مؤسسات حكومية بالتقصير في واجباتها وأنها مكبلة بواسطة عناصر تنتمي للدعم السريع. في البداية حنستمع لتصريحات الفريق العطا حول المقاومة الشعبية. نتحدث اليوم إخوتي الكرام عن مطلوبات العمل. نعم، المطلوب الأول هو الانتصار وتحقيق النصر، وبإذن الله سيتحقق قريبا، سواء كان في العاصمة القومية في مختلف محلياتها أو إذا كان في ولاية الجزيرة وفي مختلف مدنها ومحلياتها وغراها. بإذن الله، بإرادة أبطالكم، أبطال هذا الشعب، أبطال المؤسسة العسكرية الذين صغيتموهم أنتم القيم والشجاعة والبسالة والتضحية. لكن إخوتي الكرام، لا بد من مطلوبات حتى يمضي العمل متزامن، العمل العسكري والعمل السياسي والعمل القانوني والعمل الثقافي والعمل المجتمعي. وأكرر وأقول وأنادي كل الفاعلين في بلادي، عليكم بالمقاومة الشعبية. ما نسمع يا أخوانا أي أغوال سلبية هنا وهنالك عن المقاومة الشعبية، فإنها لا تسوى شيئا، كلمات تزروها الرياح. نحن إخوتي المقاومة الشعبية لا بد أن تتشكل. نعم، هنالك من هم أكثر جدية وأكثر تقدما في العمل وبدوا في التأسيس، نؤيد ونبارك هذا، والمسيرة ستتصحح أثناء المسير. الأخطاء لأي عمل يصحح أثناء سير هذا العمل، لأن الهدف والغرض هو نهضة بلادنا، هو عودة الحياة، هو الانتعاش الاقتصادي لهذا الشعب الكريم. لكن مع تلك المسميات والأجسام التي ظهرت باسم المقاومة الشعبية لا ننكرها ونمضي معها، لكن لا بد من التأسيس للمقاومة الشعبية المنتخبة في الأحياء. نترك هؤلاء يقودوا العمل إلى حين أن تكتمل في الأحياء لجان المقاومة الشعبية. وفي كل حي المقاومة الشعبية يا أخوانا في جزء مختص بالعسكرية والاستنفار والدفاع والعمل مع المؤسسة العسكرية لتدمير هؤلاء الجنجويد المرتزقة. وأيضا ذين نفسهم قسمين يا أخوانا، قسم مع الاستنفار مع القوات العسكرية يقاتل، وجزء آخر مختص يا أخوانا بحماية الأحياء، ولقدام حماية الأحياء بالتنسيق مع الشرطة المدنية السودانية، وفي المقاومة المسلحة يكون بالتنسيق مع القوات المسلحة وغادة المناطق وغادة الوحدات في مختلف أرجاء بلادنا الحبيبة. لا بد أيضا من قسم من لجنة الحي يختص يا أخوانا بالعمل المجتمعي في تقديم الخدمات لدور الإيواء للمتعففين للذين فقدوا كل شيء. مقاومة الشعبية بعد كل هذه التقسيمات التي تلبي حاجياتكم في الأحياء، لا بد أن تنتخبوا من كل حي
وناس فاعلين مستغلين للمحلية لجنة الشعبية، لمحلية كرري، لمحلية أم درمان، لمحلية أم بدة، لمحلية مدني، لمحلية الجنينة، لكل السودان. من جهته وجه الفريق ياسر العطا اتهاماته لبعض المؤسسات بالتقصير في واجباتها وأنها مخترقة من قبل الدعم السريع. أين قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني؟ أنا رسلوا لي هنا قبل شهرين قانون جهاز المخابرات الوطني، رسلوا لي هنا وراجعته ورسلت لهم بالموافقة قبل شهرين، ما أجيز ليه؟ والشعب يطالب بالأمن في الأحياء، يطالب في فتح البلاغات ضد العملاء والخونة والمزوراتية عفوا من قبيلة الإعلام البزيف الحقائق، خدم المستعمر وخدم الجنجويت. وزارة الثقافة والإعلام ليه ما قايمة بدور الإعلامي؟ وأعلم أن هنالك أجهزة لتلفزيون السودان القومي لها سنة مكبلة في المخازن في بورسودان، ليه الوزير ما قادر ينادي مدير التلفزيون إذاعة التلفزيون يقول لي استلم الأجهزة دي وأمشي باشر عملك؟ هنالك من يكبل الدولة، الدولة دي ما حقت العساكر براهم، ما حقت أنا ولا حقت برهان ولا حقت كباش ولا حقت إبراهيم جابر، دي حقتنا كلنا كشعب سوداني. أي زول بيكبل في الدولة يمشي غير مأسوف عليه. شنو يعني الشرطة لنا 6 شهور داري ليها أسلحة داري ليها أسلحة؟ آلاف آلاف أفراد الشرطة يبلغوا هنا في ولاية الخرطوم في كل الولايات، ما قادرين نحن نجيب لهم أسلحة حسب ما ينتشروا ويأمنوا البلد. النائب العام قاعد يعمل في شنو؟ ديوان النائب العام قاعدين يعملوا في شنو؟ عندهم عمل كبير جدا. لا زال الجنجويد في الحكومة يا أخواننا، الجنجويد والعملاء داخل الحكومة المركزية موجودين، داخل ديوان النائب العام جنجويد، داخل بنك السودان جنجويد، وزارة الثروة الحيوانية، في البنوك، في أي مكان الجنجويد موجودين. كلام ده يا أخواننا ما بيبقى، دولة كده ما بتمشي. ديوان النائب العام فيه إشكالات كبيرة وعميقة، وزارة الثقافة والإعلام فيها إشكالات، القضاء ذاته من احترامي لكل المولانات فيهم مشكلة، فيهم أزمة داخلية لابد أن تصحح. بنك السودان في فترة من الفترات ما كان اسمه بنك السودان المركزي، كان اسمه بنك الدقل المركزي، شالوا المحافظ بس أو هو قدم استغالته، الباقيين كلهم معظمهم جنجويد. يا أخوانا الكلام ده ما بيمشي، نحن معطلين بالجنجويد، معطلين بالقحاطة داخل الحكومة داخل مفاصيل الدولة، لابد من إزالتهم، ده إذا دايرين دولة تمشي لقدام. وحول ردود الفعل ومدلولات تصريحات الرجلين الفريق ياسر العطا والفريق شمس الدين كباشي اللذان ينتميان لمؤسسة واحدة، التقت جولة السودان اليوم بالسيد فيصل محمد صالح وزير الإعلام السابق للتعليق. نتابع. مع هذه التصريحات بيقن الحذر لأنها ممكن تؤدي إلى اتجاهات مختلفة يعني، والواحد ما يستقرق في التحليل ممكن تطلع في اتجاه آخر، ولعدد من الأسباب. أولاً إنه ياسر العطا اعتاد على إنه يتحدث أي شيء، يعني هو من نوع العسكريين الحاجة في رأسه في اللحظة اللي هو فيها يقوله بغض النظر عن إنه اليوم الثاني أو الثالث انعكاساته شنو أو إنها ذاتها تتحقق أم لا، يعني ممكن يصدر قرارات وتوجيهات وكده أثناء خطابه والموضوع يمشي عادي طبيعته كده في الخضابة، يعني النوع اللي بيرتجل يقول أي كلام في رأسه ما بيكون بالضرورة معده، يعني دي واحدة من الحاجات بتخليك تكون حذر في التعامل مع تصريحاته. الحاجة الثانية طبيعة الخلافات بين القيادة العسكرية أمر طبيعي ويحدث، ما في الكلام بتاع إنه لا أبدا هم على قلب رجل واحد، يعني برهان وحميدتي ما كانوا على قلب رجل واحد واتحدوا ضد المدنيين وانقلبوا على المدنيين، وفي النهاية مش مجرد اختلاف وصل مرحلة الحرب بينهما ودخلوا البلاد كلها في دائرة الحرب يعني، وبالتالي إمكانية الخلافات موجودة، وأنا بعتقد إنها عندها علاقة بطبيعة كل شخص. يعني الفترة بتاعت الفترة الانتقالية اللي كان فيها المجلس المكون العسكري جزء مساهمات السياسية كان بيقولها برهان وكباش، لم يكن ياسر عطا جزء منها، ياسر كان يوصل بأنه هو عسكري بس، وأعتقد أنه الآن في هذه المعركة وضحت الفروقات دي بشكل ما، يعني هو مقاتل في ميدان عسكري ما ليس له كثير بالملف السياسي، برهان وكباش يكسر التصارا بالملف السياسي، وأنا أعتقد أنه أي حاجة يقوله كباشي هي بتعبر عنه عن برهان في نفس الوقت، أي كلام أي خطوة يعملها كباشي بالضرورة برهان وراءها وموافق عليها، وهؤلاء لهم أفق سياسي بمعنى أنهم أيضا مع الغيتال ومع الحرب
لكن في باله منها هي لتحقيق أهداف سياسية، وبالتالي من الممكن في لحظة معينة يكون عنده موقف سياسي تفاوضي أو غيره. ده الفرق بين العقليتين بتاعت ياسر العطر وكباش، وده بيخلي إنه في حذر في تناول القصة. لكن الغريبة في الأمر إنه هو تصريحاته جاءت بعد تصريحات كباش مباشرة، وبالتالي بدأ وكأنها رد مباشر جدا مش غير مباشر، رد مباشر جدا على كباشي، وده بيوري إنه إذا معناه الخلافات وصلت مرحلة مواجهات علنية، ودي فيها خطورة. يعني يمكن بعض الناس يساعدوا بها، لكن فيها خطورة إذا الجيش ده انقسم هتكون تاني في حرب غير الحرب الأساسا بين الجيش والدعم السريع، هتكون في حرب بين فصائل مختلفة وبعضها تكوينات عقائدية وكده داخل المقاومة الشعبية مع مجموعات من القوات المسلحة. فالأمر خطر جدا، وأنا أعتقد أنه ليس بصحة البلد هذا الأمر، ممكن يدخلنا في يعني تشظيات جديدة يعقد المسألة ويعقد إمكانية الوصول إلى سلام. وإنت عشان يكون في تفاوض أنت داير قيادتين، يعني ماليات مركزة وقيادات مسيطرة على قواعدها، بحيث إن إذا وصلت الاتفاق يكون هذا الاتفاق ملزم إلى القواعد. إذا كان القيادة ما مسيطرة على القواعد والقيادة ذاتها منشقة، بالتالي في مجموعة من القواعد بيصعب الوصول إلى اتفاق سلام إذا حانت اللحظة المناسبة. أنا ملخص كلامي في الآخر، هي مؤشر في خطورة ويحتاج إلى حذر في التعامل معه من الناس. وأظن أن المسألة بتاعت المقاومة الشعبية ووجود كتائب عقائدية وبتاعت مجاهدين داخلها هي اللي السبب الأساسي لفجر الخلافات، ببساطة لأن هذه المجموعات وإن قيلة إنها هي جزء من المقاومة الشعبية وتعمل تحت أمرة الجيش، لكن هي برضه كتائب عقائدية جهادية لديها أمراء ولديها قيادات خارج الجيش، هي مرتبطة بالحركة الإسلامية، وبالتالي مثل ما بتتلقى تعليمات عسكرية من قيادة الجيش هي بتتلقى تعليمات سياسية من قيادة الحركة الإسلامية. وبالتالي إذا في لحظة مفاصلة بين الحركة الإسلامية والجيش، هؤلاء لم يكونوا مع الجيش سيكونوا مع الحركة الإسلامية. نعم. خطورة الوضع اللي قالوا يمكن انتبه لك باشي، وأنا أعتقد أنه بطريقة ما انتبه له برهان، وده خلى فيه خلاف بينه وما بين ياسر العطر. نعم. والحاجة دي ممكن تكون عندها يعني تأثير على المعنويات بتاعت الجيش في القتال؟ بالتأكيد عندها تأثير سلبي جدا، عندها تأثيرات سلبية، لأنه الصورة الزاهية بتاعت اليد واحدة والشعب والجيش والقيادة موحدة والاستنفار والمقاومة الشعبية الموحدة، دي الصورة دي بتبدأ تهتز، وده بيأثر في معنويات الجيش ومعنويات المقاتلين المنضمين إلى الجيش بشكل عام، ويكون في تخوفات من المستقبل. نعم. وده بيوري انه المؤسسة العسكرية انها ذاتها في اشكالية، يعني الحاجة المعروفة انه المؤسسة العسكرية دي بتخضع لتعليمات، اللي هو القائد بوجه تعليمات بتكون سارية على المؤسسة. ده كلامك صحيح، اذا كانت المؤسسة العسكرية شغالة عسكرية، بس المؤسسة العسكرية تسيست ودخلت في ساحة الفعل والعمل السياسي، وبقت بيدينا ورجلينا هي داخلة في العمل السياسي، وطالما انت دخلت في السياسه ممكن يكون في وجهات نظر مختلفه. لو كانت شغاله عسكريه بس في ديسيبلين عسكري معروف جدا، الاعلى بيقول كلام الاقل مني ما ممكن يكسره ولا يمكن يتناقض معه ولا ممكن يقول خطاب رسمي يتعارض مع اعلى منه. وكباشي هو نائب الغايد، النائب الاول هو اعلى من ياسر العطا، لكن لانه زي ما قلت الموضوع لم يعد عسكري، الموضوع فيه سياسه، فيه دخول في السياسه واراء سياسيه وغير، وده اللي أضر بالمؤسسة العسكرية. عشان كده الدعوات ماشية لأنه نائب المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي وحصرها في عملها العسكري. وفي نفس السياق التقت الجولة بالصحفي والمحلل السياسي فائز الزاكي للتعليق، نتابع مع بعض قال شنو في تعليقه. طيب، أولا شكرا على الاستضافة. يمكن أن تقرأ هذه التصريحات والتصريحين المتناقضين من النائب قائد القوات المسلحة الفريق هو شمس الدين الكباشي، ومساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق هو ياسر العطا، يمكن أن تقرأ في سياقين. السياق الأول يمكن أن تقرأ مباشرة أن هناك خلاف يبدو أنه يطفو إلى السطح الآن بين القيادة الرئيسية للقوات المسلحة السودانية، وأيضا يمكن أن يقرأ في سياق تبادل الأدوار بين القيادات القوات المسلحة. تعلم أنه هناك ما يشبه الضغط الدولي الآن أو تسليط الأضواء على ما يعتبر تمدد للنفوذ الإسلامي داخل قيادة الجيش، وأن هناك مجموعات إسلامية تقاتل سواء كانت في داخل أو من الخارج، حتى بالإشارة إلى تقارير إعلامية تحدثت عن وجود داعش
يمكن أن تقرأ تصريحات الفريق الكباشي في إطار تخفيف هذه الحملة أو هذه الضغوط وتبادل الأدوار مع ما قاله ياسر العطا. ولكن السياق الأقرب أنه يمكن أن يفهم من هذا أن هناك خلاف بدأ يتصاعد الآن داخل قيادة الجيش، وهذا طبيعي طبعا علي 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 قياس لتجارب أخرى في دول أخرى شهدت حروب قبلنا، سواء كانت في القارة الأفريقية إشارة إلى الصومال أو إلى دول أخرى، الدول العربية في سوريا وفي غيره. شهدت مكونات القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلحة الدارفورية مؤخرا خلافات عميقة فيما بينها، ودارين نعرف لأي مدى يمكن أن تؤثر ذلك في توصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين هناك. للإجابة على هذا السؤال نبقى مع الناشط في العمل الطوعي والإنساني كرار عبد الكريم النور. الفاشرة الآن هي منطقة كبيرة جدا ومكتظ فيها ناس من مناطق كثيرة نزحوا بيئتها بحثا عن الأمان، وحتى سكان المدينة نفسهم نزحوا من الشمال للجنوب، الناس في الريات، الناس في المدارس، الناس في بيوت الناس. الكرم المعروف ما بين الأسر السودانية، لكن الجود الموجود الآن في المعسكرات ظهر أمراض سلطانية، زور بنكورة ما في، زي ما بيقولوا ضعف البنية الإنسانية، الناس بقت عرضة لالتهابات لأمراض ما معروفة، الأدوية كذلك بقت ما موجودة، والأشياء بقت كلها معتمدة على الوعود، يعني الليلة بكرة الطوف بيجي، بعد بكرة الشهر اللي بعده ما في حاجة جانب. فأنا بقول بأنه الآن الوطية الحسي عايشين فيها هي مسمى ما قبل الكارثة، يعني الكارثة مع بعض رمضان ده لو انتهت وما في مساعدات إنسانية جات، ما في إمداد، ربما أنه ممكن تحصل حتى الانفلاتات الأمنية المعروفة، الزول اللي محتاج ممكن يكون يسرق، دي حالة معروفة في كل الشعوب مع مكان تدين شنو، الناس ممكن تقوم تسرق، تقوم تعتدي على حق الخير إلا من رحم ربي. فدي الحاجة الناس خايفين منها، دي الحاجة الناس خايفين منها، فنسأل الله السلامة، وأن المجتمع الدولي ينظر بأن الإنسان المحتاج ما هو الإنسان المحارب، المحاربين بنحترمهم كل زول له قضيته، لكن الحق أن الإنسان المواطن الإنسان البريء بيحتاج برضه أنه يعيش بكرامة ويبقى عنده وضعيته وحمايته في ظل هذا الحرب إن شاء الله. طيب نحن بنعتمد على طريقين، اللي هو الطريق الأول الإمداد اللي بيجينا من المركز كامل زمان، اللي هو عن طريق مدني أو الأبيض أو عن طريق الخرطوم، ثم بعد الحرب بقت فيه اللي هو الإمداد اللي بيجي عن طريق إن كانت دبة أو بور السودان أو خيره. الطريق الثاني الرسمي هو طريق ليبيا عبر المليط. زمان لما كان الشباب دي أو كل القوات دي الألوان الطيف العسكري الموجود عندنا، أنا بسميهم كلهم أبناء أسرة واحدة رغم الخلاف الموجود، ومع ما الناس قالت أو تباينت المواقف السياسية، أنا بالنسبة لي أسرة واحدة، كان الحياة ساعد الناس إنه والله في أطواف جابت بعض المساعدات، يعني بالذات حتى ولو كانت عن طريق العمارة أو الأنشطة التجارية كانت بتحل، بيكون في مواد موجودة في الأسواق الناس بتتحصل عليها بقروشها مثلا. لكن بسبب إنه بعض من الرفاق أو بعض من الإخوة طلعوا من الحياة، بقى إنه ما مسموح للزول يطلع من الحياة، يعني زي المحاضرات اللي قاعدين نسمعها الآن ما بين المقاتلين إنه أنت طلعت من الحياة ما تقدر تجيب الإخاسة، والناس محتاجة إخاسة. أعزائي المستمعين، قبل الختام نبقى مع فقرة الترند والتحقق مع الزميل عباس أحمد عباس. مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم. نبدأ معكم بفقرة الترند. الذكرى الخامسة لبدء اعتصام القيادة. في 6 إبريل تحل الذكرى الخامسة لبدء الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. فبعد 4 شهور على انطلاق الثورة في ديسمبر 2018، غررت قيادات الحركات المدنية نقل المعركة إلى مربع جديد وتنفيذ اعتصام أمام مقر الحكومة قيادة القوات المسلحة لمطالبتها برفع قطاعة عن نظام الإنقاذ والانحياز لخيار الشعب حرية سلام وعدالة. ونجح ملايين المتظاهرين يوم 6 أبريل 2019 في تخطي كل الحواجز الأمنية والوصول إلى محيط قيادة الجيش رغم القمع والعنف اللي واجهت به القوات الأمنية هذه المواكب. ويصادف يوم 6 إبريل أيضا ذكرى انتصار إرادة الشعب السوداني على نظام الرئيس جعفر نميري في عام 1985. ومع اقتراب هذه الذكرى يتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وبرغم ظروف الحرب الحالية ذكرياتهم عن تلك الفترة من تاريخ السودان. ومن بين المحتويات المتداولة مقطع فيديو مدته 4 دقائق و30 ثانية بيتضمن عدد كبير من الصور التي تم إطلاقتها من داخل أرض الاعتصام أو في مدن خارج السودان
تضامنا مع الاعتصام، وتعكس الصور بشكل أساسي الدور الكبير للنساء في هذه الثورة العظيمة وعلى مختلف المستويات. وتكتمل لوحة الاعتصام بخلفية غنائية هي نشيد الصباح أهلاح، جري توب الليل من وجه النيل، وألبس الأفراح، من كلمات وألحان وأداء المبدع أمين صديق. من فقرة الترند إلى فقرة التحقق، السودان يفوز بالمركز الأول. تداولت حسابات موالية للجيش خلال الأيام الماضية مقطع فيديو مدة دقيقة بيصور وحدة من القوات الخاصة السودانية وهي بتأدي استعراض أمام جمهور من المدنيين، ويبدو واضحا إنه مقطع الفيديو قد تم تصويره في دولة أوروبية بالنظر للجمهور المتابع للعرض. وأرفق مقطع الفيديو بتعليق بيقول: دورة الألعاب العسكرية في روسيا، القوات الخاصة السودانية من بين 89 دولة مشاركة، فازت القوات المسلحة السودانية بالمركز الأول. راجع فريق دبنجة للتحقق مقطع الفيديو واتضح إنه مقطع فيديو قديم يعود لشهر أغسطس 2022، إبان مشاركة وحدات من الجيش السوداني في دورة الألعاب العسكرية الثامنة في روسيا، وليس صحيحا أن القوات المسلحة قد أحرزت المركز الأول. ومن الواضح إنه إعادة تداول هذا المحتوى، وفي هذا الوقت القصد منه تضليل الرأي العام من خلال اختلاق مشاركة جديدة غير موجودة أصلا، وتتويج الجيش السوداني بالمركز الأول وهو ما لم يحدث. وبكده نكون وصلنا معكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين ورمضان كريم. شكرا لك الزميل عباس أحمد عباس. لهنا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم. إلى الملتقى، دمتم بخير وعافية.